أولا حاولي أن تكون لك سجادة في غرفة النوم، سواء كنت متزوجة أو غير متزوجة، واحرصي على أن لا تنامي إلا بعد صلاة، هذا يشمل حتى الرجال، فإن النوم موتة صغرى، فيكون آخر عهدك بالدنيا قبل أن ترفع روحك جزئيا صلاة بين يدي الله. عند النوم أكثري من قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإن من المشهور أن الأرواح إذا قبضت في المنام ترتفع، فمن كان على وضوء وقرأ آيات فيها الإخلاص مثل الكافرون قل هو الله أحد تكون روحه في المنام أقرب إلى العرش، وكلما كانت عياذا بالله متضخمة بشيء من الفجور كانت أبعد. الله يتوفى الأنفس حين موتها، وهذا الموت الصغرى. الأمر الثالث أيتها المباركة، إن كانت الوالدة موجودة فاحرصي كل الحرص على برها، ولا ترفعي عليها صوتا مهما بلغ الأمر. الأمر الرابع وهو بالنساء خص، الكيد والحسد في النساء قد ينتشر بصورة أكبر، فاحفظي لسانك أن تقعي في عرض مؤمنة، ولا يدفعنك حسد أو بغض أو موقف إلى أن تتجاوزي طاعة الله فيها، فإن الإنسان كلما عصم الله لسانه من الخوض في أعراض الناس كان ذلك من أعظم أسباب التوفيق لحسن خاتمته.